ورجعنا لكم تاني ومكملين فقرتنا 3 على 1. طيب، اي اسره ما شاء الله، يعني ما شاء الله زيكم كده مستقره وناجحه وبتتكلموا بايجابيه عن بعض، اكيد بيبقى فيه قواعد انتوا عملتوها علشان تقدروا تعدوا. انا عرفت منكم ان انتوا بقى لكم 7 سنين متجوزين، بمعلومه طبعا انتوا عارفين ان السنه السابعه دي كانت لسه هند بتقول انها هي اصعب سنه فعلا في الجواز، فلو عدت كده ان شاء الله ان شاء الله. يعني قولنا كده بتاعكم امتى عشان نتصل نطمن؟ كمان شهرين، 25 3 3. اذا انتوا 3 زي طب احكوا لنا بقى، يعني ايه الحاجات، القواعد اللي حطيتوها كده اكيد يعني علشان حياتكم تمشي الحمد لله باستقرار، تقدروا تشتغلوا مع بعض وتعملوا كل حاجه، نفيد الناس بقى. مين اللي هيتكلم؟ شكلكم ما حطيتوش قواعد. يعني انا ممكن اتفضل يا فندم. اهم انا حاسس كده ان الموضوع فيه شويه تحيز، يعني ما انا عشان عايز اسمع بس، انا عايز اسمع مش عايزه حاجه. خلاص انا متحيزه لك والله العظيم عشان يبقى في انت تحيزي. خليك معايا كده يا هند، كده على واحد كده يا هند. اساس اي علاقه في الدنيا عشان تنجح وتستمر احترام. برافو. يعني زوجتي، اخويا، حد شغال معايا، مديري، حد تحتيه، لازم احترمه. يعني في بوردرز وليميتس كده ما بقدرش اتخطاها. انا بتكلم بقى على فكره والله مش بمثاليه خالص، يعني انا بتكلم بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه باللي انت عملته. باللي انا عملته، انا كنت من اول يوم عندي عندي كده، يعني واخد على نفسي عهد انه افضل احترمها طول الوقت. يعني حتى لو انا هختلف معاها، مش عايز اكمل معاها، حسيت ان انا فعلا زي ما احنا كنا لسه بنتكلم، لا انا بتكلم حتى يعني كنا لسه بنتكلم انه في اوبشن ان احنا ننفصل، ده اوبشن موجود. يعني عمري ما اوصل لمرحله ان انا ما احترمهاش، لان دي حته دي بتكسر في جوه الشخص حته خلاص ما بترجعش تاني. برافو عليك. فهي والحته دي هي نفس القصه، هي بتقابلها لي للامانه. يعني فموضوع الاحترام ده موضوع مهم جدا جدا. تاني حاجه انا اشوف هي بتفكر ازاي، لان يعني احنا في الاخر men are from Mars and women are from Venus. yes. انا جاي من كوكب وهي من كوكب تاني خالص، دماغ مختلف. فانا في الاخر لازم اعرف افكر ازاي، لان انا لو اتعاملت معاها اساس ان هي راجل عمري ما اعرف، يعني لو الموضوع مش انت قلت بص خلاصه العلاقات ما بين الراجل والست، ان انت او هي بتبقى متخيله ان انت هتعمل نفس اللي هي هتعمله في الموقف، وان انت وانت بتتوقع نفس الشيء. كل واحد ليه دماغ، انت شخص وكائن، وهو فده مهم قوي. بس فهي في الاخر اكيد هي بتبقى اوقات مستنيه مني حاجه، انا كراجل مقسم بالنسبه لي ايه، يعني مش دماغك خير يعني. ايوه انت يعني صح، فاهم قصدي؟ ولكن هي بالنسبه لها حاجه مهمه جدا. اوقات بقى كتير، ودي انا بقولها لها واحنا على الهوا اهو، اوقات كتير كانت هي مش مستوعبه القصه دي، ولا افهمي انا عايز ايه. مش يعني ما تتصرفيش على اساس ان انت بتفكري فيه، انا محتاج ايه، انا فين، انا دماغي فيها ايه دلوقتي.